قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش الإعجاب بالفيديو وما ننساش الاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بمتابعة قناتي قناة ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم. أهلا بكم في حلقتنا النهاردة. الحقيقة حلقتنا النهاردة حلقة مميزة. حلقتنا النهاردة عن الفنانة هنادي مهنا. الحقيقة السوشيال ميديا مقلوب من امبارح، وتحديدا بقاله 48 ساعة. السوشيال ميديا مقلوب بسبب هنادي مهنا، حطت نفسها في ورطة كبيرة جدا مع الجمهور، انتقاد كبير جدا وهجوم لاذع جدا على هنادي مهنا. هنعرف مع بعض الانتقاد ده كان ليه وليه الجمهور متضايق جدا من هنادي. كمان في بعض المتابعين ويمكن عددهم كتير جدا ألغى متابعته لهنادي، زعلانين جدا منها. يا ترى عملت ايه وايه الصورة اللي نشرتها هنادي وسببت في غضب الجمهور؟ هنتابع مع بعض وهنعرف تفاصيل القصة كاملة، ولكن بعد الفاصل. قبل طبعا ما ارجع لكم مرة تانية، ما ننساش بقى نضغط لايك للفيديو. بعد الفاصل هرجع لكم مرة تانية. يعني قبل ما تدخل تخبط ابيض بقى، ده بحساب تاني خالص. ابيض ابيض ايه؟ الحقيقة سبب الهجوم على هنادي وانتقادها وإلغاء بعض المتابعين متابعتهم ليها هي تشجيعها للمنتخب الفرنسي. لبست لبس المنتخب الفرنسي، وده قبل مواجهته للمغرب في نصف النهائي المونديال 22. وطبعا نشرت على الانستجرام الصورة اللي انتوا شايفينها دي. الصورة دي هي اللي قلبت السوشيال ميديا على هنادي وخلت كتير من المتابعين ينسحبوا من متابعتهم لهنادي. طبعا جت تعليقات سلبية كتيرة جدا جدا لهنادي، والحقيقة هي ما كانتش بترد على طبعا التعليقات دي. طبعا كلنا عارفين ان والدتها فرنسيه، يمكن ده كان السبب ان هنادي تشجع المنتخب الفرنسي. والحقيقه بعض المتابعين الغوا متابعتهم لهنادي. ولكن انا عايزه اقول حاجه، هنادي غلطت وما غلطتش. ما غلطتش لان هي حره طبعا تشجع الفريق اللي هي عايزاه، سواء طبعا كان الفريق ده داخل مصر او خارج مصر او الوطن العربي او حتى في الدول الخارجيه. لكن هي طبعا غلطانه ان هي تصرح عن دوه وطبعا تنزل صوره بالشكل ده، هي استفزت طبعا كل المصريين والمغاربه والعرب. كان من باب اولى على الاقل بعد ما نشرت الصوره دي ان هي تعتذر وتقول ان هي حره تشجع الفريق اللي هي عايزاه، ولكنها بتبارك للمغرب على فوزها طبعا زي ما كلنا عارفين ووصولها للقمه. لكن للاسف هنادي ما عملتش كده، ويمكن ده اللي اغضب جمهورها منها. الحقيقة الرياضة مكسب وخسارة، الرياضة طبعا شيء جميل وكل واحد حر يشجع اللي هو عايزه، لكن طبعا كمصريين وكعرب لازم طبعا دعمنا لبعض. علشان كده النهاردة هننتهزها فرصة ونقول للفريق المغربي وللمغرب ألف مبروك. تعالوا نتعرف مع بعض اكتر على هنادي مهنا. هنادي بنت الموسيقار هاني مهنا، والدتها فرنسيه، اتولدت يوم 28 يوليو عام 1997. هنادي درست اداره الاعمال في مدينه برشلونه باسبانيا. قدمت لنا مهرجان الاسكندريه الدولي الغنائي عام 2014. هنادي بتحب التمثيل جدا، ولكن بتحب ان هي تكون متواجده اكتر في الدراما المصريه او في التلفزيون بشكل خاص. قدمت لنا برضو بعض الافلام. كم الافلام اللي قدمتها لنا سنه 22؟ يعني السنه دي قدمت هنادي تماسيح النيل، كمان قدمت سنه 20 فيلم بنات ثانوي. الحقيقة موهبة هنادي أهلتها إن هي تقدم لنا مسلسل إذاعي رحلتي مع الشك، المسلسل كان سنة 2021. أما مسلسلاتها كتيرة جدا الحقيقة. قدمت لنا مسلسل الكبير قوي، ظهرت فيه كضيفة شرف. موهبة فريدة معانا الأستاذة هنادي مهنة. قدمت لنا كمان مسلسل مكتوب عليا، وظهرت فيه بدور سلمى. 16 بقى مفيش مكان. أنا حافظ لحد 100 ما شاء الله. ربنا يزيد. قدمت لنا كمان مسلسل ورا كل باب حكاية، قدمت لنا فيه دور فاطمة. لا يعني وامي وحياة امك. انا ما كانش قصدي اقول كده، انا ما كانش ينفع اقول كده، انا اسفة عن اذنك. قدمت هنادي مسلسل الفتوة اللي قامت فيه بشخصية او بدور سكر. كنت مستعدة اكل من التراب عشان اعيش معاك. دم معانا كده. كمان قدمت لنا افراح ابليس، وقدمت لنا كمان مسلسل حكايتي قامت فيه بدور نسرين. لا عايشين هنا. عايشين؟ اهاليكم معاكم؟ شخصية عاملة زي كل الناس، بتكلم مع كل الناس، طيبة، مفيش حد في اللوكيشن
ما شاء الله مش بيحبها، كل الناس بتحبها. الحقيقة هنادي موهوبة جدا. هنادي زي ما كلنا عارفين تزوجت أحمد خالد صالح بعد قصة حب. الحقيقة بعض الفنانين بيكون طبعا عندهم موهبة كبيرة جدا زي هنادي مهنا وغيرها كتير، ولكن بيكون أحيانا ينقصهم الذكاء الاجتماعي وأسلوبهم في التعامل مع الجمهور، ويمكن ده اللي بيخلي كتير من الجمهور إن هو يزعل منهم. ولكن طبعا هنقول إيه، هما في الأول أو في الآخر بشر، طبيعي جدا إن هما يغلطوا. ولكن علشان كده في حلقتنا النهاردة بنقول لهنادي جمهورك بيحبك، ومن باب أولى أن أنت تعتذري للجمهور وتوضحي موقفك، لأن الأمور وصلت أن بعض الجمهور علقوا تعليقات سلبية، كان من بينها أن هنادي مش بتحب خالص المنتخب المغربي ولا بتحب المغرب، وده لأن والدها كان متجوز الفنانة القديرة سميرة سعيد، وطبعا عارفين سميرة سعيد مغربية. أنت حرة طبعا تشجع الفريق اللي أنت عايزاه، ولكن عليك ان انت تباركي للمغرب اللي بنقول لها كلنا في اخر الفيديو النهاردة الف مبروك. بجد المغرب فعلا شرفتنا، شرفت كل انسان مصري وعربي، بنقول لهم الف مبروك ونتمنى لهم كمان التقدم اكتر واكتر، وبجد كلنا فخورين بالمغرب. اكتبوا كلمة طبعا للفريق المغربي، المنتخب المغربي اللي شرفنا كلنا، وقولوا كلمة لهنادي، ولكن ياريت تكون الكلمة دي كلمة ايجابية، لأننا بشر وكلنا بنغلط. لحد هنا النهاردة هننهي حلقتنا. بشكر طبعا كل الناس الجميلة والناس المحترمة اللي استمرت معايا لنهاية الفيديو. يمكن أول مرة أخرج معاكم وأتكلم كده يعني بالصوت والصورة، علشان كده بطلب منكم أن أنتم تشجعوني. ان شاء الله ناوي اقدم لكم كل جديد، كل جديد تتمنوا ان انتوا تعرفوا عن كل الفنانين اللي انتوا بتحبوهم وعن كل الترندات. بشكر كل المتابعين اللي وصلوا معايا للنقطه دي، وما ننساش بقى نضغط لايك للفيديو علشان يعلي الفيديو. ان شاء الله القناه بيكم وليكم هتكبر. بشكركم للمره التانية، انتظروني في فيديو اخر من قناتنا ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. مبروك عليكم وعلينا.